السلام عليكم، بونجور. اليوم غادي نقدم لكم واحد الصبه، واحد الشوربه هائله عامره بالفيتامينات، فيها الخيار، فيها لافوكا، فيها البطاطا، فيها لا كريم فريش ديليسيوز، مذاقها لذيذ. ان سوب كونكومبر او لافوكا دي بيرسيل بوم دو تير ديليسيوز. ثم كتشوفوا القوام ديالها، ما تكونش ثقيله، ما تكونش خفيفه، بين وبين. بالصحه والراحه، بون ابيتي. هاد الصوبه هادي كيخصنا الخيار، خصنا لافوكا، كيخصنا البطاطا. هادي البطاطا ديال الجرده عندي، ديال السطح، البصله، شويه ديال قزبور ومعدنوس، غير كلكو فوي. فوالا، خصنا كنور ديال الخضره، هذا كنور ديال لي ليغوم ماشي ديال اللحم. شويه ديال البزار، شويه ديال الملح، واحد نص معلقه ديال الزبده، واحد المعلقه ديال الزيت، وكاس ديال لا كريم فريش. و فير اون سوب كونكومبر، il faut le concombre, l'avocat, pomme de terre, oignon, persil, crème fraîche, un peu de beurre, un peu de l'huile, une cuillère, trois knorr de légumes, pas de viande, sel et poivre. On va commencer, Inch'Allah. On va mettre le khiyar. Je vais vous montrer comment on va mettre. On va mettre le khiyar comme ça. On va mettre le طرف et on va mettre le طرف. On coupe les concombres de cette façon-là. تقطعوه بحال هكا، الخيار مهم بزاف، فيه بزاف الفوائد. ديرو كيلو ولا ديرو غير حبه وحده ولا ديرو جوج، شحال ما بغيتو ديرو ديرو، القدر على حسب العائله ديالكم. كتقطعوا لافوكا، فو كوبي لافوكا وسي. حيدو ليها لابو ديالها، انا غير وريتكم هذه، ما غاديش نقطعها دابا حتى نبغي نطيبها. هذه غادي نحكها بالحامض. هذه البطاطا ديال الجرده ديال السطح، كوبي مي بوم دو تير اون تي مورسو، ديروا لهم طريفات صغار. هاد الصوبه راه منعشه، زوينه، فيها بزاف الفوائد. الخيار راه مهم، ما تهملوش، لكن حنا المغاربه كناكلو الخيار بزاف في الصالات، مزيان. سهله هذه، كتوجد دغيا دغيا الا كانت السيده خدامه، ديرها لوليداتها يشربوها قبل ما يتعشاو. ضروري تكون واحد صوبة موجودة في الطابلة، واحد الوجبة ديال ان سوب ديال ليغوم، لان الدراري ما كياكلوش لي ليغوم. ولا درتو ليهم لي سوب، لي سوب راه كيقدروا ياكلوهم. البصلة غادي تقطعوها اي كيف ما بغيتو، لان كلشي غادي يتطحن من بعد. انا وجدت حدايا كلشي، هنا كلشي موجود. تومي ليغوم يسولا. Je vais commencer à la préparation de la soupe. D'abord, on va commencer la soupe d'hier. Bismillah, d'abord, on va commencer. On va mettre le bsla. Je vais mettre des oignons. On va mettre une mélange de zibda et une mélange de zit. Une cuillère d'huile et une cuillère de beurre. غادي نحمرهم واحد شويه، كتكون ان بو لا كولور
قلى ديك البصيله شويه لان كتعطي البنه، كتعطي واحد البنه زوينه مع ديك الزيت العود وديك الزبده، كتعطيها واحد المذاق رائع. سهله سهله دغيا كتصاوب ما كتعطلش. غادي نزيد واحد شويه ديال الماء لان عندي ثلاثه ديال الخيارات، اللي عنده قل ما يديرش بزاف الماء. انا درت هنا لتر ونص ديال الماء، غير لتر ودمي دو لو، مي جي بوكو دو بوم دو تيغ اي 3 كونكومبر. دابا انا غادي نسد عليها ونخليها طيب واحد شويه. دابا دازت واحد ربع ساعه، دابا غادي نرمي لافوكا. Je vais mettre l'avocat dans ma soupe. وغادي طيب حتى هي واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه، ثم غتقلبوا تشوفوا البطاطا واش طابت. فوالا il faut contrôler si vos pommes de terre sont prêtes et les concombres aussi. ملي غتشوفوا الخيار طاب والبطاطا طابت صافي غادي تطحنوها. دابا غادي نغطيها ونخليها طيب واحد ربع ساعة. دابا الخضرة ديالي طابت، كلشي طاب. دابا غادي نطحن كلشي، جو في تو إكخازي باسكو تو إبخي تو بيان كوي. دو غادي نخليهم تاهما غادي نطحنهم كيعطيو مذاق زوين. لي بغا يديرهم في الميكسيغ يديرهم في الميكسيغ، لي بغا يديرهم بحال هادي يديرهم. القوام ديالها هو هذا، هانتوما كتشوفوا ما ثقيلاش ما خفيفاش بين وبين. دابا غادي نزيد لا كريم فريش، جو في راجوتي لا كريم فريش ان فير باش غادي ندورها، كيعطيها واحد اللذه زوينه بزاف وكيعطيها واحد المنظر زوين. كنتمنى ديروها وتعجبكم، بارطاجيو هاد لا فيديو، ما تخليوش عندكم صيفطو ما خاسرين والو، تبركي على لو بوطون صيفطيه فاسيلمون. فوالا بارطاجيو الفيديو ودعيو مع الميمه. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. واحد المقطع من لا فيديو مشى تمحى، ما عرفتوش كيفاش تمحى. دابا غادي نفرز لكم كيفاش رميت الخضره. منين كرميو البصله كنقليوها، كرميو عليها داك الخيار، وكرميو عليها البطاطا، وكنزيدو دوك لي 3 كنو، وكديروا شويه ديال البزار وشويه ديال الملح، وكديروا الماء سخون الكافي اللي غيقدكم صافي، وكتخليوه حتى يطيب. ملي كطيب واحد شويه يدخلوا الطياب، عاد كترميو داك لافوكا ديالكم. هادي غير ديال الشارع كتجي مسكينه، ديما عندي هنا للدار باش نعطيها تاكل وكتمشي.